السلام والتحية على أصدقاء ابن زيتون المحترمين، وحكاية جديدة من حكاوينا اللي في الصميم. لو حد حكالك إن في أب عنده 40 سنة مخلف ولد عنده 118 سنة، يعني الولد فعليا أكبر من أبوه، هتصدقها ولا مش هتصدقها؟ في الواقع أكيد مش هتصدقها، لكن اللي أنا عايز أقوله لك إن دي فعلا حصلت في بني إسرائيل، ودي كانت من قدرات ومعجزات ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. حكاية النهاردة عن سيدنا العزير عليه السلام اللي كان أصغر من ابنه. فيلا نبدأ ونستمتع ونقول بسم الله، وما تنساش اشتراك ولايك وشير، ويلا على الحكاية نطير. أيها المتابعين الكرام، من هنا هنبدأ الكلام عن سيدنا العزير عليه السلام. سيدنا العزير في علماء كتير اختلفوا فيه، في ناس قالت ان هو نبي، وفي ناس تانية قالت ان هو رجل صالح. قصة سيدنا العزير حصلت في الفترة اللي من بعد سيدنا داود وسيدنا سليمان، وقبل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهم السلام جميعا. اتكلمنا في الحكايات اللي فاتت ان بعد موت سيدنا سليمان عليه السلام مسك ملك بني اسرائيل ابنه، وبعد ملك ابن سيدنا سليمان بدأوا بني اسرائيل في الكفر والطغيان، فربنا سبحانه وتعالى سلط على بني اسرائيل الملوك الجبابرة. واتكلمنا كمان ان واحد من الملوك الجبابرة اللي ربنا سبحانه وتعالى سلطهم على بني إسرائيل هو نبوخذ نصر أو بخت نصر. بخت نصر دخل مملكة اليهود ودمرها لغاية ما وصل لغاية بيت المقدس ودمر بيت المقدس، حرق التوراة وقتل الناس وسبى النساء وأسر ناس وساب مملكة اليهود خاوية على عروشها. وكان في واحد من ضمن اليهود اللي فضلوا عايشين وهو سيدنا العزير، ولما وصل سنه 40 سنة ربنا سبحانه وتعالى اداله حكمة كبيرة. سيدنا العزير كان واحد من الأربعة اللي كانوا حافظين التوراة، والأربعة اللي حفظوا التوراة هم سيدنا موسى وسيدنا يوشع وسيدنا العزير وسيدنا عيسى عليهم السلام جميعا. فكان سيدنا العزير معروف في وسط اليهود ان هو اللي حافظ للتوراة، وأبو سيدنا العزير كان عنده نسخة واحدة بس من التوراة دفنها في مكان محدش يعرف المكان ده غير العزير ابنه. وفي يوم من الأيام سيدنا العزير خرج من القرية بتاعته معاه الحمار والأكل بتاعه، وهو ماشي عدى على قرية متدمرة دمار شامل بسبب الخراب اللي عمله بخت نصر في مملكة اليهود. الجو كان حر، فسيدنا العزير تعب من الحر، فراح رابط الحمار بتاعه ونزل قعد وسند ظهره على حيطة، وكان معاه سيدنا العزير سلة صغيرة فيها شوية تين وشوية عنب ومعاه شوية خبز ناشفين. فبدأ سيدنا العزير يحس بالعطش والجوع، فراح واخد العنب وبدأ يعصره بإيده، وراح جايب الخبز اللي ناشف وبدأ يحطه جوه العنب وبدأ ياكل. وهو قاعد بياكل شايف القرية متدمرة كلها بالكامل قدام عينه، فراح قايل الكلمة المشهورة اللي ذكرت في القرآن الكريم: أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني إزاي الأرض هترجع زي ما كانت وإمتى؟ وطبعا هو هنا مش بيشكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بيسأل إمتى ده هيحصل، إمتى الأرض دي هترجع عمرانة زي ما كانت، الناس عايشة فيها والزرع يرجع تاني زي مكان. ويا دوب سيدنا العزير خلص الكلمة دي وبعت له ربنا سبحانه وتعالى ملك الموت قبض روحه في الحال. سيدنا العزير فضل على وضعه ده ميت 100 سنة، وبعد 100 سنة ربنا سبحانه وتعالى رجع له روحه في نهاية النهار. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه في أول النهار، وبعد 100 سنة ربنا سبحانه وتعالى رد له روحه بس في آخر النهار. فلما قام سيدنا العزير من موته افتكر ان هو نام كام ساعة زي ما اي حد فينا بينام يعني، فربنا سبحانه وتعالى بعت له ملك متجسد في صورة بشر وسأله، قال له: كام لبست؟ انت بقالك هنا قد ايه؟ فرد عليه العزير وقال له: يوم او بعض يوم، يعني ممكن اكون نمتلي شوية كده، يا يوم او حتى ما كملتش يوم. فالملك رد عليه وقال له: لا يوم ولا يومين، انت بقالك 100 سنة نايم، 100 سنة ميت. فسيدنا العزير استغرب، الملك قال له: ما تستغربش، بص على الطعام والشراب بتاعك وشوفه ما تغيرش ازاي. فسيدنا العزير بص لقى التين زي ما هو والعنب زي ما هو والخبز زي ما هو ومفيش حاجة فيهم اتغيرت. فالملك كمان قال له: بص على الحمار بتاعك، انت مش كنت ربطه هنا؟ فسيدنا العزير لما بص على الحمار مش لاقي غير عظم الحمار هو اللي موجود. فسيدنا العزير استغرب، الاكل والشرب زي ما هما والحمار بقى عبارة عن عظم مرمي على الارض. فراح منادي الملك على عظام الحمار، فبدأت العظام ترجع كل عظمة في مكانها، وبدأت العروق والعصب كمان تتكون، وبدأت العظام تتكسي لحم، وبعد اللحم اتكسى الحمار بالجلد. وبعدين راح نافخ الملك في الحمار فراح الدب فيه الروح مرة تانية، وراح رافع الحمار راسه للسماء وبدأ ينهق، افتكر ان القيامة قامت. وسيدنا العزير شايف كل ده بيحصل قدام عينه وهو مذهول. وبعد اللي شافه ده كله سيدنا العزير اتأكد ان هو كان ميت 100 سنة، وقال: اعلم ان الله على كل شيء قدير.
واختفى من قدام العزير الملك، فراح واخد الحمار بتاعه العزير وراح راجع مرة تانية على بيته، على القرية اللي هو كان عايش فيها. وأول ما دخل القرية الشوارع غير الشوارع، والبيوت غير البيوت، حتى الناس كمان مين دول معرفهمش. دول 100 سنة ناس بتروح وناس بتيجي، وسيدنا العزيري مش عارف مين الناس دي. المهم فضل سيدنا العزيري يمين في شمال لغاية ما وصل للمكان اللي كان فيه بيتهم. وأول ما وصل هناك لقى واحدة ست ضريرة وقعيدة، ست ما بتشوفش وما بتقدرش تمشي، قاعدة عند بيتهم. الست دي عمرها 120 سنة، فلما بصلها سيدنا العزيري عرفها. الست دي كانت جارية شغالة عندهم في البيت، فلما سيدنا العزيري ساب البيت وخرج كانت هي عندها 20 سنة، وسيدنا العزيري كان عنده ساعتها 40 سنة. المهم لما سألها سيدنا العزيري عن اسمها قالت له أنا اسمي كذا، فتأكد إن هي الجارية بتاعتهم. فراح سألها قايل لها مش ده بيت العزير؟ قالت له آه هو بيت العزير. وفضلت بقى تعيط وتبكي، وراحت قايلة له بقى هو فين العزير؟ الناس نسيت العزير ومحدش عاد فاكره. فراح ردد عليها وقايل لها أنا العزير، أنا ربنا موتني 100 سنة وأحياني تاني. فطبعا الست استغربت وما صدقتهوش، قالت له ازاي انت بتقول ايه؟ هو الكلام اللي انت بتقوله ده حد يصدقه؟ وراحت قايله له طب اسمع بقى، العزير كان دعوته مستجابة عند ربنا، لو عايزني أصدقك ادعي لي ان ربنا يرد لي بصري وارجع امشي مرة تانية. فراح دعي لها سيدنا العزير ربنا سبحانه وتعالى، فربنا رد لها بصرها وقامت وقفت على رجليها مرة تانية. فأول ما بصت له وشافته قالت له أشهد إنك أنت العزير، وراحت واخداه من إيده ورايحة على المجلس اللي بيقعدوا فيه اليهود، وقالت لهم إن العزير رجع مرة تانية. مين بقى اللي قاعد من ضمن مجلس اليهود؟ قاعد ابن سيدنا العزير. ابن سيدنا العزير عمره 118 سنة، وسيدنا العزير عمره 40 سنة. ومش بس كده كمان، ده قاعد معاهم في مجلس اليهود أحفاد سيدنا العزير. انت متخيل معايا قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ الأب أصغر من ابنه وأحفاده، لأن سيدنا العزير لما ساب ابنه وخرج من البيت كان ابنه عنده ساعتها 18 سنة. المهم لما الست وقفت في مجلس اليهود وقالت لهم إن العزير رجع مرة تانية، طبيعي جدا مش هيصدقوه، وفعلا ده اللي حصل. فابن سيدنا العزير قال له أنا أبويا كان عنده شامة بين كتفه، يعني عنده علامة سودة كده ما بين كتفه، فلو أنت أبويا وريني العلامة. فلما كشف سيدنا العزير عن كتفه بص لقى العلامة موجودة، فالولد حضن أبوه من الفرحة وفضل يبكي. بس لسه اليهود مشككين في أمر العزير، فراحوا قايلين له اسمع بقى، لو عايزنا نصدقك أبو العزير كان دافن نسخة من التوراة، ومحدش يعرف مكان النسخة دي غير العزير، لو انت فعلا العزير دلنا على مكان نسخة التوراة دي فين. فسيدنا العزير قال لهم ادلكوا وانا كمان حافظ التوراة. فكل اليهود كانوا عارفين ان سيدنا العزير فعلا حافظ التوراة، فقالوا له تعالى نطلع النسخة دي ورينا مكان نسخة التوراة فين. فاخدهم سيدنا العزير وطلعوا نسخة التوراة، وراح قاعد سيدنا العزير مسمع لهم التوراة زي ما هي موجودة في النسخة بالظبط. فصدقوا اليهود ان هو ده العزير، فراحوا قايلين بقى على العزير ان هو ابنه الله. بدل ما يزيد ايمانهم بالله سبحانه وتعالى كفروا وقالوا على العزير ان هو ابن الله، والعزير يقول لهم انا مش ابن الله انا عبد من عباده. وهي دي كانت حكايه سيدنا العزير عليه السلام ومعجزه ربنا سبحانه وتعالى فيه بعد ما اماته 100 سنه. ودلوقتي اقدر اقول لك حكايه النهارده خلصت، لكن حكاوي ابن زيتون لسه ما خلصتش. اشتراك ولايك وشير واشوفك على خير.